مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات. لا زالت اشواطنا وانطلاقاتنا متواصله، شوط يليه شوط، واجدد بكم الترحيب مع هذه الانطلاقه، انطلاقه الشوط الحادي عشر لفئه الابكار الحقائق من مسافه الاربعه كيلومترات، هي المسافه المعتاده والمقرره من قبل اللجنه المنظمه. نبارك ونهني جميع الفائزين في الأشواط الماضية، وننتقل إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى سمحة عابر بن خلفان بن محمد الهاملي على المركز الأول. المركز الثاني يتابع القدوم في هذه اللحظات والوصول من ثمينة راشد بن عاضة المري على المركز الثاني، والمركز الثالث يتابع الوصول في هذه اللحظات والقدوم من شعار الجنوبية فلاح بن محمد القحطاني من يصل على المركز الثالث. والمركز الرابع يتابع في هذه اللحظات، تصل على المركز الثالث، يصلنا على المركز الثالث أو الرابع في هذه اللحظات، شعار شنار بن محمد الهاجري مع مصيحة. والمركز الخامس يتابع القدوم في هذه اللحظات والانطلاق في هذه اللحظات من شعار راشد بن سعيد بن متعب بن شريم مع الشاهنية. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، يا سلام، إلى سمحة على الصدارة على المركز الأول بقيادة عابر بن خلفان الهاملي على المركز الأول. والمركز الثاني يتابع في هذه اللحظات، من يصل على المركز الثاني في هذه اللحظات يقدم لنا روعة، وهذا الاسم الكبير على المركز الثاني. والمركز الثالث يصل شعار شنار بن محمد الهاجري من يصل على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع يتابع القدوم في هذه اللحظات، تصل ثمينة بشعار راشد بن عاضة المري. والمركز الخامس تصل الجنوبية فلاح بن محمد القحطاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، ها هي نتيجتنا للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن إلى الصدارة نعود، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول بقيادة الهاملي. يا سلام، عابر بن خلفان الهاملي من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مصيحة على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من روعة، من يصل على المركز الثاني شعار عامر بن راشد الرايه المري من واقع الشعار، من يصل على المركز الثاني. المركز الثالث يصل شنار بن محمد الهاجري يقدم لنا مصيحه على المركز الثالث، ولكن الى الصداره نعود، الى المقدمه. يا سلام يا سلام يا سمحه بشعار الهاملي، الله يا سمحه. عابر بن محمد بن خلفان الهاملي من يقدم لنا سمحه على المركز الاول وعلى صدارة الشوط منذ الانطلاق، تسيطر تمام السيطرة. المركز الثاني تصلنا روعة، روعة على المركز الثاني بشعار عامر بن راشد بالرايح المري. والمركز الثالث أتابع القدوم في هذه اللحظات والوصول من مصيحة شنار بن محمد الهاجري من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، وأبناء الشهيد يتواجدون ويعلنون حضورهم على أرضية هذا الميدان. المركز الرابع أتابع القدوم من ثمينة، ثمينة يا ثمينة على المركز الرابع راشد بن عاضة المري. والمركز الخامس يصل على المركز الخامس شعار راشد بن سعيد بن متعب بن شريم من يصل على المركز الخامس. ولكن نعود إلى الهاملي، نعود إلى الصدارة، نعود الله يا الهاملي، صامد صامد إلى هذه اللحظة. الله الله الله، يقدم لنا شعار وانطلاقة سمحة، سمحة يا سمحة بشعار الهاملي. يا سلام على مقدمة الشوط، على صدارة الشوط، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي على المقدمة. بدأت تباعد سمحة، وإلى هذه اللحظة لم تصدر الأوامر. يا سلام يا سمحة، المركز الثاني أتابع القدوم مع براية مع روعة، والمركز الثالث يصل بن رويشد ياسر بن سليم بن رويشد. والمركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات يصل شعر محمد بن طويرش الوهيبي مع الشاهنية. ولكن نعود، يا سلام يا سلام، الله يا سمحة، سمحة
يا سمحة بدون منافس، ولكن بالرويشد قادم قادم بالرويشد على المركز الثاني. الله الله الله، يا سلام ياسر بن سليم بن رويشد، يا سلام يا سلام، غير بالرويشد انتقل إلى الصدارة. ابن طويرش قادم على المركز الثالث، وابن عويض على المركز الرابع، ولكن إلى الصدارة إلى التغيير الذي جرى وطرع المقدمة. صبر يا صبر، وما بعد الصبر إلا الأجر، يا بالرويشد ياسر بن سليم بالرويشد الجهني. الله الله الله، صبر صبر صبر، ولكن بن طويرش بن طويرش غير غير، بن طويرش انتقل إلى الصدارة الشاهنية. بن عويض قادم قادم، بن عويض محمد بن عويض الجهني على المركز الثالث، ولكن القادمة القادمة شودة مع بن شريم. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة إلى الصدارة. السلام يا السلطنة، سلام السلام يا الشاهنية، سلام السلام يا محمد يا بن طويرش، يلوهي بتهانينا والناموس لهذا لمالكي هذا الشعار محمد بن طويرش الوهيبي على حصول الشاهنية بالمركز الأول. للمركز الثاني وصلت شودة راشد بن سعيد بن شريم، والمركز الثالث صبر ياسر بن سليم الجهني، والمركز الرابع محمد بن عويض الجهني، والمركز الخامس طالب بن سالم بن عبد الله المري مع الطرب. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية محمد بن طويرش الوهيبي على حصوله بالمركز الأول.